الصادق المهدي يعلن استقالته من رئاسة نداء السودان. تأجيل زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى باريس المقررة اليوم الخميس. وصول طائرتين تركيتين لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار التي تضم موجزا اقتصاديا وآخر رياضيا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن رئيس نداء السودان الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة عن استقالته من رئاسة نداء السودان. وعزى المهدي الخطوة استعدادا لمتطلبات المرحلة المقبلة. واستعجل المهدي عقد اجتماع لبحث الهيكلة الجديدة للخيارات المتاحة. وقال المهدي في بيان له من مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة إنه حرص على مراعاة الأمور كافة عبر مرحلة ولاية المجلس العسكري بصورة تحافظ على أهداف الثورة وتتجنب المزالق حتى الوصول للمرحلة الانتقالية الراهنة. وأشار المهدي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعات للمواقف بما في ذلك هيكل نداء السودان وتحالفاته مع القوى الوطنية الأخرى. استبعد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مرشحي وزارة الثروة الحيوانية، فيما تم اعتماد 5 مرشحين لوزارة البنية التحتية والنقل. ونفى مصدر باللجنة حسب موقع باج نيوز أمس وجود مرشح لوزارة الثروة الحيوانية، وقال إنه تم استبعاد 11 مرشحا بمن فيهم المرشح السابق معتصم جلب. وأوضح أن استبعاد المرشحين لجهة عدم استيفائهم المعايير الوطنية والمهنية والكفاءة. وأضاف أنه تم فتح الترشيح مجددا للوزارة لمدة 72 ساعة. وحسب المصادر فإن مرشحي البنية التحتية 5 المعتمدين هم يحيى قاسم ضرار، أبو بكر حسن أبو بكر، محمود محمد آدم، هاشم طاهر شيخ طه، وحامد عثمان. وأوضح مصدر أن الاجتماعات ستتواصل اليوم الخميس وغدا الجمعة لجزة الهيكل وحسم أمر المرشحين. تأجلت زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى فرنسا لأسباب طارئة تتعلق بجدول أعمال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وقالت السفارة الفرنسية في الخرطوم في بيان إن المشاورات جارية لتحديد موعد جديد في القريب العاجل. وأكد البيان رغبة الرئيس الفرنسي في استقبال رئيس الوزراء السوداني ودعم فرنسا للحظة مهمة في تاريخ السودان. وأشار البيان إلى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الخرطوم الاثنين الماضي مهدت لمرحلة جديدة في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين. افتتح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحضور عدد من المسؤولين في الدولة مجمع الكدر لتصنيع اللحوم بمساحة 54 فدانا. ويقدم المجمع منتجات لحوم حمراء متنوعة ذات مواصفات وجودة عالمية تحقق الاكتفاء الذاتي والصادر، ويعمل بطاقة انتاجية تبلغ 500 رأس من الأبقار و3000 رأس ضأن وماعز في المناوبة الواحدة التي تصل مدتها إلى 10 ساعات. والمجمع مجهز بأحدث التقنيات في مجال المسالخ، ويضم 21 ثلاجة لحفظ اللحوم والأحشاء الطازجة و6 ثلاجات للتجميد. ويتم التعامل مع الأحشاء البيضاء بما يتناسب وطبيعتها وعملياتها اللوجستية في درجة التخزين. والمجمع مزود بتغليف بالأساليب الحديثة. المصنع ده هو بيجي داعم لتوجه الحكومة بإيقاف المواد الخام، وفي نفس الوقت هو بيدي يعني مثال عملي إنه هي ما مسألة بتاعت لحوم بس، هي لحوم صناعات جلدية أسمدة مختلف
يعني بنلقى ممكن تطلع بس من الثروة الحيوانية دي انت ممكن تتكلم عن تطوير 7 أو 8 صناعات إضافية. دي مسألة مهمة شديدة. المسألة الثانية إنها هي بتفتح فرص كبيرة للتشغيل، ودي المسألة الأهم في الفترة القادمة، مسألة تشغيل الشباب من الجنسين. وبرضو أنا بتخيل وبتوقع إنه المصنع ده ذاته يكون عنده إضافته من ناحية المسؤولية الاجتماعية تجاه سكان المنطقة، ونتمنى إنه ذات المسلخ ده يكون موجود من قبل المنظمات الدفاعية أو من قبل القطاع الخاص في مناطق الإنتاج وفي المناطق اللي كانت بتعاني من النزاع. نود أن يعني يتحول السودان من دولة يعني مشهورة بالنزاعات لدولة مشهورة بالمنتجات ومشهورة بالتنمية وتقدم نموذج، لأنه يعني ما يحتويه السودان من موارد مختلفة ومتنوعة ومتعددة قل ما توجد في دولة واحدة. أشاد رئيس لجنة تسلم الدعم الخارجي العميد الركن موسى أحمد عمر بجهود تركيا حكومة وشعبا، جاء ذلك خلال وصول المساعدات الإنسانية التي تم تسلمها في مطار الخرطوم، والتي بلغت 30 طنا محملة بالمواد الغذائية والصحية بجانب مواد الإيواء، والتي جاءت عبر مساهمات لعدد 18 منظمة تركية لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار التي ضربت معظم ولايات السودان، مشيدا بكل الجهود التي وقفت مع السودان في هذه المحنة، خاصة المنظمات المختلفة التي في طليعتها منظمة الأمم المتحدة بالسودان. ونحن باسم لجنة استقبال الدعم الخارجي وإنابة عن المجلس السيادي نتقدم بوافر الشكر والتقدير للإخوة في تركيا حكومة وشعبا على هذا الدعم، ونشكرهم على كل ما قدموه، وكذلك يمتد شكرنا إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأجنبية والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل من شارك في السيول والأمطار وساعد في الوقوف مع أهلنا المضررين من جراء السيول والأمطار. هذا وقد أعربت السلطات السودانية عن تقديرها لمواقف الحكومة التركية الداعمة للسودان جراء السيول والأمطار، جاء ذلك خلال استقبال طائرتين تركيتين بمطار الخرطوم وعلى متنهما شحنتا مساعدات إنسانية. قال الهلال الأحمر التركي إنه قد تم جمعها من منظمات عون تركية لصالح المتضررين من الفيضانات والسيول التي يتعرض لها السودان منذ يونيو الماضي. طائرة المساعدات التركية التي حطت رحلها بمطار الخرطوم تمثل إحدى طائرتين وصلتا في يوم واحد وعلى متنهما مساعدات إنسانية أرسلتها السلطات التركية لصالح دعم المتضررين من الفيضانات والسيول والأمطار في السودان. حجم الضرر كان كبير، يعني تهدمت حوالي 45 ألف منزل تقريبا، انهيار كلي وانهيار جزئي حوالي 25 ألف منزل، والإحصائيات تتجدد يوما بعد يوم، إلا أن أيضا هنالك حوالي 65 ألف أسرة قد تضررت من هذه السيول والأمطار. لكن بحمد الله سبحانه وتعالى بجهد المنظمات وبجهد الدولة وبجهد الخيرين وبجهد أخواننا في الدول المختلفة أتت إلينا هذه المساعدات. نحن في موضوع العمل الإنساني يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل الذين ساعدونا، وخاصة من هذه الطائرة التركية من المنظمات التركية. شحنة المساعدات الإغاثية التي تم تفريغها تحتوي على مواد غذائية وبطاطين وخيم إيواء ومواد تنظيف تحت إشراف الهلال الأحمر التركي، الذي سيشرع على وجه السرعة في إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها من المتضررين. إن شاء الله سيتم توزيعها عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض المستحقين مباشرة إن شاء الله، وبحضور الأخوان المتطوعين من المنظمات التركية المعانا إن شاء الله، وهم موجود معانا في السودان. الحقيقة يمكن دي جزء من المساعدات. المساعدات الإغاثية التي جرى جمعها بتعاون العديد من المنظمات الإنسانية في تركيا تعزز من متانة العلاقات الأزلية التي ظلت تربط الشعب التركي بالشعب السوداني،
وهي مواقف تعكس حقيقة أن شعبي البلدين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أعلنت ولاية البحر الأحمر تمديد مهلة التسليم الطوعي للسلاح بالولاية إلى اليوم الخميس نتيجة للاستجابة الكبيرة من قبل المواطنين، مشيرة إلى استمرار حملة جمع السلاح بحسب القرار الولايي رقم 103 الصادر من ولي البحر الأحمر، حيث باشرت اللجنة مهامها بشكل جيد. وقال مدير دائرة الجنايات بالإنابة العقيد شرطة عبد الغفار الطيب إنهم تسلموا أعدادا كبيرة من السلاح المرخص بصورة طوعية في الحملة التي تمتد 3 أيام، مناشدا جميع المواطنين تسليم أي أسلحة بطرفهم، مؤكدا ألا مساءلة على السلاح غير المرخص، فيما يتم تسلم السلاح المرخص بموجب إيصال ويتم رده بمجرد استتباب الأمن. وطلب الطيب الأجهزة الإعلامية بالمساهمة في الترويج لجمع السلاح من المواطنين عبر كافة الوسائل الإعلامية في إطار مبادرتهم الداعمة لتعزيز التعايش السلمي، كاشفا أن السلاح المسجل لدى سجلات شرطة الولاية يبلغ نحو 2000 قطعة سلاح. سيرت جماهير حاضرة ولاية جنوب كردفان مدينة كادوغلي مسيرة احتجاجية اليوم تطالب بترحيل مصانع السيانيد التي تشكل خطرا على صحة الإنسان والحيوان. ودعت الجماهير الغاضبة إلى إسقاط والي الولاية المكلف رشاد عبد الحميد بعد إصدار قرار بعدم ترحيل معدات المصانع وعدم استجابته لمطالب الثوار المعتصمين لمدة 15 يوما بمباني المحلية. كان المعتصمون قد رفعوا شكواهم إلى صديق تاور ممثل إقليم كردفان في المجلس السيادي، ولكنه لم يستجب لمطالب الجماهير ودعوا إلى حل قضايا الولاية التي في مقدمتها قضية مصانع السيانيد. أكد وزير الداخلية الفريق شرطة الطريف إدريس التزام الحكومة السودانية بحماية ومساعدة اللاجئين رغم التحديات التي تواجهها البلاد في مجال الإيواء. وطلب الطريف لدى مخاطبته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع الوزاري الثاني للدول الأعضاء بالإيجاد حول إعلان وخطة عمل نيروبي المعني بإيجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين. طلب المفوضية السامية للاجئين بتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي لمواصلة تعزيز إيجاد حلول مستدامة لمشاكل اللاجئين والدول المستضيفة. وأشاد الوزير بالشراكة القائمة بين حكومة السودان والمفوضية السامية للاجئين لتنفيذ برامج العودة الطوعية. أعلن مدير 32 جامعة حكومية استقالاتهم في مؤتمر صحفي بمباني جامعة أم درمان الإسلامية بمدينة أم درمان، مؤكدين استحالة استمرارهم في إدارة الجامعات عقب تصريحات وصفوها بالمستفزة لوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار الزين صغيرون. وطلب مدير الجامعات في مذكرة معنونة لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بالإسراع في إصدار قرار إعفائهم بعد تصريحات وزيرة التعليم العالي لأكثر من مرة، وذلك قبل الموعد المحدد لفتح الجامعات ليتمكن مدير الجامعات الجدد من استئناف الدراسة في الأول من أكتوبر المقبل. ونشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة وفيها بعد الفاصل. وزير المالية يؤكد أن السودان موعود بتحول اقتصادي خلال الفترة الانتقالية. أهلا بكم مجددا، وفي المساحة التالية نقدم طائفة من الأخبار الاقتصادية. قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي إن السودان موعود بتحول اقتصادي خلال الفترة الانتقالية عبر بناء شبكة السكة الحديد وطرق عابرة للدول، يكون السودان هو المركز الرئيس لها.
وأشار الوزير إلى أن المباحثات التي جرت في القاهرة بين الجانبين السوداني والمصري ناقشت القضايا المتعلقة بالاقتصاد، خاصة مشروعات الربط الكهربائي. وأوضح بحسب وكالة السودان للأنباء أن المباحثات ركزت على أهمية تواصل الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات الزراعية والكهرباء، إضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين، بجانب التفكير في إقامة علاقات اقتصادية كبرى تبدأ في القاعدة على مستوى رواد الأعمال في الدولتين. اختتم منتدى السودان الاقتصادي أعماله بإصدار 17 توصية لتعزيز النمو الاقتصادي عبر أنظمة الشمول المالي. وأوصى المنتدى بتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات والإسراع في تنفيذ مصفوفة الدفع الإلكتروني، إضافة لسرعة اتخاذ قرارات الدفع الإلكتروني وتنظيم خدمة الرصيد غير المقننة وتنفيذ القرارات السابقة الخاصة بإدخالها ضمن منظومة القطاع المصرفي. وجاء في التوصيات تكوين مجالس استشارية مصرفية للمساهمة في حل المشكلات المصرفية المزمنة والاهتمام بالقطاع الخاص والعمل على تطويره. كشف الأمين العام لاتحاد المخابز جبار الباشا عن نقص في الغاز الذي يستخدم في المخابز، مما أدى لنقص في الخبز بولاية الخرطوم. ودعا الباشا في تصريح لوكالة سونا الجهات المختصة إلى توفير الغاز في الوقت المناسب للمخابز، مضيفا أن شركات نقل الغاز أحجمت عن نقله بالصورة المطلوبة. وأكد الباشا أن عمليات انسياب دقيق الخبز المدعوم من الدولة من المطاحن للمخابز عبر الوكلاء جيدة، وذكر أن استهلاك ولاية الخرطوم من دقيق الخبز يوميا يبلغ 40,000 جوال. انتهت الأخبار الاقتصادية، ننتقل الآن إلى أخبار الرياضة. استمرت لليوم السادس على التوالي مقاطعة لاعب المريخ للتدريبات، وذلك بعد فشل مجلس إدارة النادي في سداد المستحقات المالية للاعبين. وتنتظر الفريق مباريات صعبة في مسابقة الدوري الممتاز أمام هلال الفاشر في 26 من الشهر الجاري خارج ملعبه، إلى جانب مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في 3 أكتوبر المقبل في المغرب في إياب الدوري الأول للبطولة العربية. ويتمسك اللاعبون بعدم الانخراط في التدريبات ما لم يتسلموا مستحقاتهم المالية. في أول سابقة من نوعها على المستوى الرياضي، أقسم رئيس النادي الأهلي الخرطوم خالد هارون على المصحف الشريف أن يكون على بعد مسافة واحدة من كل الأعضاء بالنادي. وكشف هارون في أول اجتماع عقب تقلده المنصب عن اكتمال تكوين القطاع الرياضي للنادي الأهلي برئاسة المقدم خالد الياقوت وخالد شيخ الدين بالإضافة لأحمد أبو القاسم. كما أعلن هارون تكوين لجنة للعضوية برئاسة نائب الرئيس أبو شامة وأمين المال والمدير التنفيذي. انتهت الأخبار الرياضية، وبها تكاملت نشرة الأخبار من قناة طيبة. أعود مذكرا بالعناوين. الصادق المهدي يعلن استقالته من رئاسة نادي نداء السودان. تأجيل زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى باريس المقررة اليوم الخميس. ووصول طائرتين تركيتين لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان. شكرا على متابعتكم، دمتم بخير.